السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة الدعم الدراسي. نزولا يعني تحت طلبكم طلبتوا مني نخدم معكم يعني نماذج ديال الفروض ديال الاجتماعيات. إذا هذا نموذج الفرد المحروس الثاني بالنسبة للأسلوب الثاني بالنسبة للمستوى الثاني إعدادي. لباقي نماذج الفروض أو للدروس أو لسلاسل التمارين الخاصة بمستوى الثاني إعدادي دائما كنخليهم لكم في الرابط أسفل الفيديو. إذا ما تبخلوش علينا بلي جيم وبلي كومونتير ديالكم. إذا غادي نبداو بالمكون ديال التاريخ. يكون عندنا اشتغال على وثائق، عندنا هنا واحد النص تاريخي. بالنسبه للجغرافيا غادي يكون التربيه على المواطنه، غيكون عندنا تعريف واسئله موضوعيه. وبالنسبه للسؤال المقالي اللي كيهمكم اكثر غيكون عندنا في الجغرافيا، وغندويو على الصناعه. صافي، اذا هادو هما المكونات اللي غادي يكونوا عندنا. اذا غنقراو النص ديجا، يعني كاين اللي عنده بحاله تماما في الكتاب ديال الاجتماعيات. تم التجديدات القرن 18 ميلادية على يد ممارسين إنجليز، بالخصوص فقد اخترع جيترو تول البدار الآلي، وفي نفس الوقت مارس تاونشيند دورة زراعية رباعية لا توجد فيها استراحة للأرض وتنتج مواد علفية للماشية. كما توصل روبرت باكويل أواسط القرن 18 إلى تحسين المردود من اللحوم عن طريق انتقاء الأجناس وتغذية الحيوانات. وهكذا دخلت أوروبا عصر الثورة الفلاحية التي مهدت بدورها لقيام الثورة الصناعية. إذا أول سؤال، اشرح ما تحته خط في النص شرحا تاريخيا. إذا شنو هي الثورة الفلاحية وشنو هي الثورة الصناعية؟ إذا الثورة الفلاحية هي مجموعة من التطورات والاختراعات التي عرفتها أوروبا يعني خلال القرنين 18 و 19، والتي انطلقت بالأساس من إنجلترا، ويعني والأهم ظاهرها يعني الاختراعات التقنية والأساليب الزراعية. إذا الثورة الفلاحية راه عندكم يعني التعريف ديالها بطبيعة الحال، اللي هي مجموعة من التطورات والاختراعات، قلنا التي عرفتها أوروبا خلال القرنين 18 و19، وانطلقت بالأساس من إنجلترا، بغيتي تزيد الأهم مظاهر ديالها عندك نتوما، يعني إلا عندكم شي تعريف خاص عطاه لكم الأستاذ فمن الأحسن تكتبوه كما عطاه لكم الأستاذ ديالكم. إذا غادي ندوزو للثورة الصناعية. شنو هي الثورة الصناعية؟ هي ثورة انطلقت من إنجلترا. إذا سواء الثورة الفلاحية أو الصناعية بجوج انطلقوا من أوروبا. إذا هي ثورة انطلقت من إنجلترا، هي في القرن يعني 18 في القرن 18، وتتمثل في مجموعة من الاختراعات والتقنية بطبيعة الحال، اختراعات التقنية التي أدت إلى تغيير نمط وكمية الإنتاج، إذا ظهروا آلات اللي سرعوا لنا الوتيرة ديال الإنتاج. السؤال الثاني، استخرج من النص بعض مظاهر الثورة الفلاحية. إذا فين بانت لنا هاد الثورة الفلاحية؟ إذا قلنا الثورة الفلاحية ظهرت في تحولات تقنية بحال اختراع البدار الآلي، هذيك مسألة تقنية كما عطينا هنايا، وعاوتاني في واحد وظهرت كذلك يعني في يعني تقنيات أو أساليب جديدة، اللي هي مثلا الدورة الزراعية الرباعية اللي ما كيخليوش الأرض فيها ترتاح وكتعطي يعني منتوج أكثر، وكذلك تحسين المردودية من اللحوم. إذا هادو بعض يعني المظاهر ديال الثورة الفلاحية. إذا غادي نديرو تجلت مظاهر الثورة الفلاحية، فاش يعني في عدة تحولات تقنية، كاختراع البدار الآلي، وكذلك قلنا واستخدام أساليب جديدة، قلنا كاعتماد يعني الدورة الزراعية الرباعية،
الثورة الزراعية الرباعية وتحسين مردود اللحوم إذا غادي ندوزو لسؤال آخر. قالك بين كيف مهدت الثورة الفلاحية لقيام الثورة الصناعية بإنجلترا. إذا كيفاش أنها الثورة الفلاحية هذه مهدت لوحد الثورة صناعية. إذا الثورة الفلاحية أشنو دارت لنا؟ دارت لنا ارتفاع في المردود، صافي. إذا وتحسنت الأوضاع المعيشية يعني في إنجلترا، هاد الشيء أدى إلى ثورة يعني واحد ديموغرافي، يعني تزاد عدد الناس وبالتالي توفرت اليد العاملة الضرورية للصناعة والاستهلاك، صافي، ويعني وتوفروا رؤوس الأموال للصناعة. هذا هو هذه هي الطريقة باش مهدت الثورة الفلاحية لقيام الثورة الصناعية. إذا ساهمت الثورة الفلاحية في ارتفاع المردود فتحسنت بذلك الأوضاع المعيشية قلنا مما جعل إنجلترا تعرف، إذا قلنا ثورة ديموغرافية، أو لا تزايد ديموغرافي، وفرت اليد العاملة، لأن اليد العاملة من أساسيات الصناعة، اليد العاملة الضرورية قلنا للصناعة وسوق الاستهلاك إذا هذوك الناس هما غيكونوا المستهلكين ديال هذاك المنتوجات لتصريف المنتوجات إذا كما يعني وظفت رؤوس الأموال الصناعة بسبب ارتفاع يعني المداخل، ملي ارتفعت المداخل ديال الفلاحة هذوك المداخل يعني استثمرت يعني في الصناعة. إذا كما استثمرت رؤوس الأموال في الصناعة بسبب ارتفاع المداخل اذكر نتائج الثورة الصناعية. إذا ملي وقعت واحد الثورة صناعية يعني وقع معها واحد النتائج، كانوا لي نتائج يعني قدروا نقولوا مزيانة، يعني ارتفاع الإنتاج والمداخل والأرباح، وكذلك يعني أما ما هو اجتماعي فيوقع يعني واحد ظهر واحد المجتمع رأسمالي اللي فيه طبقة برجوازية وفيه يعني حط طبقة ضعيفة يعني واللي كنت تستغل اللي هي ديك اليد العاملة. إذا من ناحية المادية راه ارتفع الإنتاج والمداخل والأرباح بكمية يعني كبيرة، أما بالنسبة يعني هذا ما هو اجتماعي إلا كان العكس. إذا أدت الثورة الصناعية إذا نشأت مجتمع رأسمالي صناعي برزت فيه طبقة غنية أو طبقة برجوازية من رجال الأعمال وطبقة عاملة، وداكشي اللي بقى نفس السيستم باقي لحد الساعة، عاملة تشتغل في ظروف جد قاسية. إذا كذلك شنو وقع؟ وقعت الهجرة، الناس ولاو كيهجروا يعني كيهاجروا من القرى إلى المدن. كما ساهمت في تطور أو لتزايد نسبة ساكنة المدن ولا نسبة تمدن في تطور نسبة ساكنة المدن بسبب انتشار المعامل بسبب انتشار
المعامل وزيادة الهجرة القروية. وزيادة الهجرة القروية. ومن جهة أخرى يعني أدى الثورات الصناعية إلى ارتفاع. ومن جهة أخرى أدت هذه الثورة إلى قلنا زيادة ارتفاع الأرباح. الأرباح هو المداخل. اذا غندوزو دابا للتربيه على المواطنه. اذا عندنا واحد التعريف ديال النقابه. شنو هي النقابه وشنو هما المنظمات المهنيه؟ اذا النقابه هي اتحاد المشتغلين في مهنه او صناعه او حرفه مرتبطه بعضياتها. شنو الهدف ديالها؟ يعني حمايه المصالح العمال والحرفيين، وندافعوا على الحقوق ديالهم، ونحسنوا ظروف العمل ديالهم. اما المنظمه المهنيه فهي تنظيم غير نقابي، وما الهدف منها يعني هو كنحافظوا على شرف المهنه وكنطوروها. اذا كاين واحد الفرق بين النقابه والمنظمه المهنيه. اذا هي اتحاد للمشتغلين، نقابه اتحاد للمشتغلين في مهنه او صناعه، او حرفه مرتبطة ببعضها البعض بهدف حماية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف عملهم. شنو هي المنظمة المهنية؟ قلنا تنظيم غير نقابي يعني بين أشخاص أو مجموعات يشتغلون في وظيفة أو حرفة واحدة. قلنا يسعون للحفاظ على شرف المهنة وتطويرها. إذا غادي ندوزو للصفحة أخرى. عندنا فيها أذكر شروط تأسيس النقابات، ووضح الأهداف التي تسعى النقابات المهنية إلى تحقيقها. إذا بالنسبة للشرط ديال تأسيس النقابات هو إيداع الملف القانون الأساسي يعني عند مكاتب السلطة الإدارية المحلية، ويكون عندنا لائحة بأسماء أعضاء المكتب المسير بشرط أن تكون الجنسية ديالهم يعني مغربية وبالغين سن الرشد وغير ممنوعين من العمل النقابي، لأن كما شفنا ماشي كلشي ممكن تكون عنده نقابة، بحال مثلا رجال السلطة يعني ما كتكونش عندهم، ما يقدروش يديروا نقابة. إيداع ملف القانون الأساسي للنقابة لدى مكاتب السلطة الإدارية ولائحة بأسماء أعضاء المكتب المسير على أن تكون جنسيتهم مغربية وبالغين سن الرشد وغير ممنوعين من العمل النقابي. وضح الأهداف التي تسعى النقابات المهنية إلى
تحقيقها. إذا بالنسبة للنقابات المهنية عندها مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها، منها تنظيم العمال والموظفين يعني وتمثيلهم، القيام بأنشطة اجتماعية يعني يستفيد منها المنخرطون، الاطلاع على صعوبات ومشاكل المنخرطين. إذا ضروري غتكونوا درتوا مجموعة من الأهداف التي تسعى النقابات المهنية إلى تحقيقها. إذا نكتبوا بعض الأهداف للاستئناس، إذا تنظيم العمال والموظفين والحرفيين والمهنيين وتمثيلهم، يعني كيكونوا ممثلينهم امام الحكومه، امام مجموعه من الاشياء. اذا حث ارباب العمل والمسؤولين على تلبيه مطالب المنخرطين، حث ارباب العمل والمسؤولين قلنا على تلبيه مطالب المنخرطين. عندنا القيام بأنشطة اجتماعية أو الاطلاع على صعوبة ومشاكل المنخرطين وتحويلها إلى مطالب، الاطلاع على صعوبات ومشاكل المنخرطين وتحويلها إلى مطالب، ثم قلنا القيام بأنشطة، اجتماعية يستفيد منها يعني المنخرطون يعني كصناديق التعاضدية والتقاعد، صناديق التعاضد وغيرها. إذا غنجيو لموضوع المقالي اللي ديجا كتبته يعني باش نربحو شوية الوقت. تبنى المغرب عقب الاستقلال الصناعة كضرورة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أفضت الاختيارات المتبعة في هذا القطاع إلى بروز اختلالات بنيوية في النسيج الصناعي، فرضت مع بداية التسعينات تبني سياسة جديدة لتأهيل هذا القطاع. تناول في موضوع مقالي مقومات الصناعة المغربية موضحا المشاكل التي تعاني منها ومبرزا مجهودات الدولة للنهوض بهذا القطاع. إذا شنو عندي في الأسئلة؟ خصني ندوي على مقومات الصناعة المغربية، هذا أول سؤال خصني نجاوب عليه. المشاكل التي تعاني منها، هذه ثاني سؤال خصني نطرحه باش نجاوب عليه. ثم مجهودات الدولة للنهوض بهذا القطاع. إذا خص يكون عندي ثلاثة الأسئلة. إذا أنا كندير التقديم الإشكالي الموضوع المقالي ديالي، ثم غنبدا نجاوب على الأسئلة. إذا رهنت الدولة المغربية منذ استقلالها على المجال الصناعي كضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تبنت سياسات جديدة لتطوير وتأهيل هذا القطاع. اذا انا درت هذه مقدمه، ممكن تاخذ كما قلنا هذا الشيء اللي كيعطيكم الاستاذ في الاول، هذا كما كنقولوا نفس الموضوع تخدم به صافي، وهذا الشيء نديرو كاسئله. فما هي مقومات الصناعه المغربيه اول سؤال، وما هي المشاكل التي تعاني منها ثاني سؤال، وما هي اهم الاجراءات التي اتخذتها الدوله للنهوض بهذا القطاع. اذا غادي نبداو قلنا المقومات. تعتبر المعادن من أهم مقومات الصناعة المغربية، ويشكل الفوسفات أهمها، يليه الرصاص والزنك ثم النحاس والمغانيز. كما يشكل العنصر البشري مقوما أساسيا من مقومات الصناعة بالمغرب، حيث تتوفر الدولة على عدد كبير من اليد العاملة التي تعتبر أساس جل الصناعات والتي تتوزع على مختلف القطاعات. إذا هنا جاوبنا على السؤال الأول ديال مقومات الصناعة، عندنا المعادن وعندنا العنصر البشري. غنشوفو دابا المشاكل. يعاني القطاع الصناعي بالمغرب من عدة مشاكل، من بينها ضعف الإنتاج الطاقي، مما يضطر الدولة لاستيراد معظم حاجياتها من الخارج، وبالتالي عرقلة نمو وتطور المجال الصناعي بسبب تقلبات أسعار الطاقة في العالم. إذا أول حاجة ما عندناش حنايا واحد الإنتاج الطاقي كافي، إذا كنضطرو نستوردو، ولا استوردنا دابا كاين تقلبات في سوق الطاقة، مرة طالع مرة هابط، إذا كيتأثر الإنتاج الصناعي ديالنا بطبيعة الحال. ثم صغر حجم المؤسسات الصناعية،
اذا المؤسسات الصناعيه ما عندناش يعني دوك المصانع الكبار او لا، اذا عندنا داك الشيء يعني صغير ومتوسط، صغار حجم المؤسسات الصناعيه التي تعاني من ضعف التمويل ونقص في التكنولوجيا الحديثه. بطبيعه الحال العالم كله دابا كيعتمد على التكنولوجيا الحديثه لتسريع الانتاج لتطوير الانتاج، فيعني المغرب كيعاني من هذه المساله هذه، اضافه الى ضعف التاطير والتكوين المهني والتقني لليد العامله رغم وفرتها. اذا ما عندناش تكوين مهني جيد، ما عندناش تاطير جيد لليد العامله، مع انها كاينه يعني راها من المقومات. وقله الاستثمارات الماليه، علاش؟ لان يعني كيكونوا بزاف ديال الاجراءات اللي كيخليو بنادم يعجز انه يدير استثمار. شحال ديال الناس من برا كيبغيو يديروا يدخلوا يديروا استثمارات في المغرب، فامام ديك جيب هاد الورقه سير جيب هاد الورقه، اذا كيعجزوا كاع وكيلغيو هذوك المشاريع اللي كيكونوا باغيين يديروها. وانعدام البحوث العلميه والابتكارات في المجال الصناعي والتكنولوجي، اذا ما عندناش ابحاث علميه خاصه بالمجال الصناعي والتكنولوجي. دابا غنجيو المجهودات الدولة. وللنهوض بالقطاع الصناعي اتخذت الدولة، هنا بطبيعة الحال راه ممكن تزيد أي حاجة، ما يمكنش نكتبوا جميع المشاكل التي تعاني منها في هذا الموضوع المقالي، لأن غيخصنا واحد جوج صفحات، وما يمكنش عاوتاني نذكروا جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، فكتحاول تنتقي داكشي اللي الأساسي. اتخذت الدولة عدة تدابير من أبرزها تهيئ وتجهيز المناطق الصناعية وخلق المراكز الجهوية للاستثمار، إحداث الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنشاء الشباك الوحيد للاستثمار. ودرت لك ثلاثة نقاط حذف لأن ما بقاش ليا فين غادي نكتب، ممكن تزيد أنت يعني أولا تسي مجموعة ديال الأشياء اللي ذكرتو في الملخص أولا في داكشي اللي درتو في القسم. غنجيو دابا الخاتمة. الخاتمه كيكون فيها يعني اما كتعبر على واحد الراي ديالك، اما كدير بحال واحد الخلاصه داكشي اللي سبق واضطريتي تطرقتي ليه عفوا. اذا كخاتمه، تظل الصناعه قطاعا مهما يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد رغم المشاكل المتعدده التي يعرفها القطاع والتي تحاول الدوله تجاوزها من خلال اتخاذ عده تدابير. اذا بحال الخلاصه لهذا الشيء اللي درنا الفوق، تنتمنى تكونوا يعني استفدتوا منه. كما قلت لكم خلنا يعني شنو الفروض اللي بغيتونا نخدموهم ان شاء الله. بالتوفيق والى اللقاء.